الجيش السوري يتقدم لفك الحصار عن نبل والزهراء. ودمستورة يتحدث عن بادرة أمل. إرجاء جلسة انتخاب الرئيس إلى 11 من آذار المقبل. بري في لقاء الأربعاء حوار الحزب المستقبل مستمر. بيصير كمان أنه وزير يقدر يعطل عمل مجلس الوزراء. اللواء إبراهيم يتوسط في الحوض الرابع. أتمنى الآن على الإضراب. أهلا بكم في نشرة الظهيرة. تمكن الجيش السوري خلال ساعات من التوغل بشكل كبير في ريف حلب الشمالي ليعزل بذلك المدينة عن ريفها الشمالي الذي يمتد إلى تركيا، ما يعني قطع جميع طرق الإمداد للفصائل المسلحة. كما حقق الجيش السوري خطوة كبيرة نحو فك الحصار عن قريتين نبل والزهراء المحاصرتين. وقال مصدر عسكري إن الجيش أشعل جميع الجهات في وقت واحد، وقامت المدفعية بدك بنك الأهداف المحددة بدقة. لبنانيا، أرجأ الرئيس نبيه بري جلسة انتخاب الرئيس 19 إلى 11 من آذار المقبل لعدم اكتمال النصاب. ولاكتمال المشهد المكرر 19 مرة، أطل رئيس القوات سمير جعجع من معراب ورد على السيد حسن نصر الله عن الاستراتيجية التي طرحها في مواجهة الإرهاب، وقال إن هذا يعني أن يكون القرار بيد الدولة. وفي عين التيني تأكيد من الرئيس بري على أن الحوار بين المستقبل وحزب الله مستمر رغم ما قيل من المنابر. إذن معلومات عن وصول مجموعة من الجيش السوري إلى بلدة الزهراء في ريف حلب، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دمستورا يؤكد استعداد دمشق لوقف إطلاق النار في حلب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تواردت المعلومات عن تمكن مجموعة من الجيش السوري من الدخول إلى بلدة الزهراء المحاصرة من جبهة النصرة في ريف حلب الشمالي، وذلك من خلال الالتفاف عبر بلدة بيانون المجاورة. ويأتي ذلك في وقت أحكم الجيش سيطرته على عدد من قرى ريف حلب الشمالي، فيما يواصل تقدمه في مزارع الإملاح. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار وحدات من الجيش بقطع طريق إمداد حلب أعزاز الذي يؤدي إلى الحدود التركية شمالا، لافتا إلى مقتل أكثر من 70 عنصرا من قوات النظام وما لا يقل عن 66 من الجماعات المسلحة في الاشتباكات التي تدور في الريف الشمالي لحلب. وفي نيويورك أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دمستورا إلى أن الحكومة السورية أبدت استعدادا لتعليق قصفها الجوي والمدفعي لحلب للسماح باختبار وقف لإطلاق النار في المدينة. كلام دمستورا جاء في مؤتمر صحفي عقده بعد تقديمه تقريرا إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي. حكومة سوريا أشارت إلى استعدادها لوقف كل القصف الجوي والقصف المدفعي لفترة 6 أسابيع في جميع أنحاء مدينة حلب من موعد سيعلن من دمشق. وسأسافر إلى سوريا في أقرب وقت ممكن، وسأطلب من قوات المعارضة التوقف عن إطلاق قذائف المورتر والصواريخ. واعترف المسؤول الأممي بصعوبة مهمته، لافتا إلى أن الحقائق على الأرض ستثبت ما إذا كان التجميد سيصمد وهل سيمكن تكراره في أماكن أخرى. تجتمع اليوم في الرياض وفود عسكرية لأكثر من 60 دولة مشاركة في التحالف الدولي الذي يلتقي تحت شعار مواجهة تنظيم داعش في سوريا والعراق، وذلك في اجتماع تقييمي لمسار الحرب خلال 6 أشهر من انطلاقتها. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس بريس إن اللقاء الذي يستمر يومين ويأتي استكمالا لمحادثات أجريت سابقا سيجمع كل الدول المنخرطة إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب ضد داعش بما في ذلك دول الخليج،
وأعرب المصدر عن اعتقاده أن الاجتماع سيكون بمثابة تقييم عام للوضع الذي نحن فيه ولما يتعين فعله الآن. من جانبه قال مصدر دبلوماسي آخر إن الاجتماع سيكون أقرب إلى لقاء لتبادل المعلومات وفرصة للتنسيق وليس منتدى يتم خلاله اتخاذ قرارات حاسمة. نعى حزب الله المخرج في قناة المنار حسن عبد الله الذي استشهد متأثرا بجروح أصيب بها خلال عمله في حلب. وذكر الحزب في بيانه أن عبد الله استشهد بعد تأثره بجروح أصيب بها خلال تأديته لواجبه الجهادي وتغطيته للمعارك الدائرة بين الجيش السوري والجماعات التكفيرية وتصويره لفيلم وثائقي لقناة المنار في حلب شمال سوريا. وفي رصيده العديد من الإنتاجات والأفلام الوثائقية إضافة إلى عمله في مجال التصوير، وقد شارك في تصوير العديد من العمليات العسكرية للمقاومة الإسلامية إبان احتلال العدو الإسرائيلي للبنان، وهو من بلدة عيطرون الجنوبية ومقيم في جبشيت متأهل وله 3 أولاد. في مجلس النواب أرجئت الجلسة 19 لانتخاب رئيس للجمهورية إلى 11 من آذار المقبل بعد اكتمال أو بعد عدم اكتمال النصاب. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الحوار مع التيار الوطني الحر مستمر، مشددا على العمل لإنجاحه على الرغم من عدم التفاهم حتى الآن على ملف رئاسة الجمهورية. ودعا من جهة ثانية إلى القيام بتحرك عالمي جدي لمواجهة التنظيمات الإرهابية. وخلال مؤتمر صحفي من معراب رد جعجع على الخطاب الأخير للسيد حسن نصر الله مؤكدا أن هناك اتفاقا تاما بشأن العدو الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية. السيد حسن يعني اللي حكيه بخصوص موضوع رئاسة الجمهورية، بس بتمنى على طول يعني يضل هيك بهالوجه المهضوم أفضل شوي من الأوجه الأخرى. بيقول السيد حسن مجددا، السيد حسن عم بيحكي بآخر كلمة له، ولكل الحريصين على منع الفراغ وعلى إعادة إنتاج المؤسسات في لبنان أقول لهم لا تنتظروا المتغيرات، لا تنتظروا المتغيرات في المنطقة والعالم والخارج، لا تنتظروا ملف النووي الإيراني، لا تنتظروا المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لا تنتظروا المفاوضات ولا الحوار الإيراني السعودي، لا تنتظروا أي شيء في المنطقة. أنا الشغل المهضومة ما عرفت السيد حسن مين عم بيحكي، عم بيحكي لنا إلنا ما نحن من أول جلسة للجلسة هلأ 19 نوابنا كلنا سوا تحت ك14 أدار ككتلة رئيس بري وككتلة وليد جملان. فأزن عم بيحكي لمين هالحكي؟ يلي منتظر هو يلي عم بيعطل انتخابات الرئاسة، يلي عم بروح على انتخابات الرئاسة هذا مش منتظر شيء. وبالتالي السيد حسن عم بيحكي هالحكي، أنا بتمنى يسمعه هو أول واحد ويتصرف على أساسه، بمعنى أنه ما ينتظر شيء ولا ينتظر اتفاق إيراني سعودي ولا ينتظر اتفاق إيراني أمريكي ولا ينتظر تطورات بالمنطقة، يعمل حاله يبعت كتلته على مجلس النواب. ما بعتها لحد هلأ، في بعتها بالجلسة 20 يلي بدها تصير ب11 أذار ومنتخب رئيس جمهورية. بيقول السيد حسن بيدعي لإنشاء استراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب. أنا كليا معه، كليا كليا يعني وبدون تردد مع الوصول إلى استراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب. بس سيد حسن استراتيجية وطنية معناتها أنه كل فرقاء البلد بدهم يكونوا فيها. استراتيجية وطنية يعني الحكومة اللي هي الهيئة الشرعية اللي كل فرقاء البلد فيها، مع أنه نحن بالوقت الحاضر منا فيها، بيكون قرار فيها. استراتيجية الوطنية مش معناتها أنه حزب الله بيأخذ القرار وبقية اللبنانيين عليهم أنه يلحقوا هالقرار ويتحملوا تبعاته. وبالتالي أنا بتمنى تماماً انه نوصل على استراتيجية وطنية، بس استراتيجية وطنية مش استراتيجية تقرر في مكان اخر وعلى اللبنانيين ان يتحملوا نتائجها ويلحقوا فيها. في مكان اخر من الحديث ذاته بيقول السيد حسن، وهذا قول خطير ومنه دقيق ابدا، لاننا قد نتفق على عدو هو الارهاب ونختلف للاسف على عدو هو اسرائيل. غير صحيح سيد حسن، متفقين على عدو هو الارهاب، متفقين على عدو هو اسرائيل، بس من جديد المنا متفقين عليه بما يتعلق بهالعدو اللي اسمه إسرائيل هو مين بياخد القرار بكيفية مواجهه وكيف ومتى وأين.
مش معناتها إذا متفقين على إسرائيل عدو معناتها أنه حزب الله انطلاقا من مصالح إيران استراتيجية بالمنطقة بشن ساعة البدو عمليات على إسرائيل، أو بيبعت طيارة أو بيجيب طيارة أو بيخطف عسكري، مع أنه ما نزعلينين أبدا على خطف عسكري إسرائيلي، زعلانين على أنه فريق من الفرقاء اللبنانيين وحده دون التشاور مع الآخرين هو أخذ هالقرار. متفقين على الإرهاب كعدو، متفقين على إسرائيل كعدو، المنا متفقين عليه أبدا هو مصادرة القرار الاستراتيجي والعسكري والأمني من قبل حزب الله والطلب من بقية الشعب اللبناني أن يلحقوا على عمياني. الرئيس نبيه بري يقول في لقاء الأربعاء النيابي إن الحوار بين المستقبل وحزب الله مستمر رغم ما قيل من المنابر. التفاصيل مباشرة مع الزميل باسل العريضي. باسل، ماذا في تفاصيل لقاء الأربعاء النيابي؟ حقيقة كلارا، اليوم الموقف للرئيس نبيه بري عقب لقاء الأربعاء النيابي مميز حقيقة، فقد أبدى بداية قلقه من شلل المؤسسات وقال أنه لا يجوز الاستمرار بهذا الوضع الشاذ والمطلوب معالجة هذا الأمر في أسرع وقت ممكن على المستويات كافة نظرا إلى انعكاسه على الوضع العام في البلاد. أيضا الرئيس نبيه بري أشار أمام النواب لأنه طلب من رئيس الحكومة تمام سلاب دعوة مجلس النواب لفتح عقد أو جلسات تشريعية، حتى وأنه لا يزال بانتظار الرد من قبل الحكومة أو رئيس الحكومة، فتح دورات استثنائية لمجلس النواب طبعا. أيضا أكد في مشق آخر الرئيس بري على وجوب الحسم في موضوع آلية عمل الحكومة، وأدى وشدد على ضرورة حسم هذا الموضوع بشكل سريع جدا حتى تعود الحكومة لمزاولة عملها، خصوصا يعني على ما يبدو أنها المؤسسة الوحيدة التي تعمل حاليا ضمن المؤسسات الدستورية. في شق آخر كما ذكرت كلارا، أكد الرئيس نبيه بري أمام النواب أن الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله مستمر وبجدية، وأنه بصرف النظر عن ما قيل في المنابر، وكان صباح هذا اليوم قد نقلت بعض الصحف عن الرئيس نبيه بري قوله أن الحوار انتقل من المنابر إلى المحابر، أي إلى عملية التطبيق الفعلي لمقررات الحوار أو ما تم إقراره من مقررات حتى هذه الجلسة. اليوم بهذا الإطار أيضا هناك جلسة ستعقد مساء في عين التين بين الطرفين. أيضا في موضوع الانتخابات أو استحقاق الرئاسي، نقل بعض النواب عن الرئيس نبيه بري قوله أنه لا يزال هناك إمكانية للبنانة هذا الاستحقاق. أما يعني كان اللفت أيضا اليوم هناك حضور كثيف لنواب تكتل التغيير والإصلاح، في يعني كانوا يحضرون بشكل دائم، لكن اليوم كان هناك عدد كبير من هؤلاء النواب هذه التكتل موجود في عين التين. وقد أشار هؤلاء النواب على أنهم طرحوا مع الرئيس نبيه بري موضوع التمديد لبعض الضباط، وأن الرئيس بري أجاب أن هذا الموضوع بحاجة إلى درس. على أي حال يعني هذا كان بشكل سريع أبرز أجواء لقاء عين التيني. منذ بعض الوقت كان هناك لقاء مع وفد برلماني أوروبي الذي شدد هذا الوفد في ختام هذا اللقاء على ضرورة أو شدد على ضرورة استقرار لبنان وتخطي الأزمات التي تتخبط فيها سوريا والعراق، إضافة إلى موضوع اللاجئين، وأبدى هذا الوفد دعمه الكامل لاستقرار لبنان. بالعودة إلى لقاء الأربعاء، أعتقد كلارا أن سنستمع إلى أحد التصريحات عقب انتهاء هذا اللقاء وتحديدا من النائب نبيل القولة. نعم. إنه ما بيصير كمان إنه وزير يقدر يعطل عمل مجلس الوزراء، هذا أكيد ما بيصير، منا مقبولة. هذا اسمه تعطيل، ما عاد اسمه احترام لمركز رئيس الجمهورية، صار اسمه تعطيل للعمل الحكومي وتعطيل لأعمال الناس. استئناف الشركة الملتزمة ردم الحوض عملها من دون علم رئيس الحكومة، وأصحاب الشاحنات تقطع الطريق. رغم مرور نحو أسبوعين على توقف العمل بردم الحوض الرابع، استأنفت شركة حورية لأعمال ردم الحوض صباحاً عملها بخلاف الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية البطريركية المارونية، والذي نص على تعليق إضراب الشاحنات مقابل وقف أعمال الردم ريثما يبت مجلس الوزراء بالموضوع، الأمر الذي دفع أصحاب الشاحنات إلى التصدي لعمال الشركة فأقفلوا الطرق المؤدية إلى الحوض الرابع احتجاجاً، الأمر الذي اضطر هذه الشركة إلى وقف العمل، ما استدعى تدخل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي تفقد الحوض واستمع إلى مطالب أصحاب الشاحنات وتمنى تعليق إضرابهم لحين بت الموضوع في الحكومة، كما تفقد وزير التربية الياس بوصعب مرفأ بيروت.
لا بالليل ولا بالنهار. خلص حل بإيد رئيس الحكومة. هو قال وخبر حتى مرفق بيروت أنه هو بانتظار الوقت المناسب تيعالج الموضوع. قبل ما يعالج هو الموضوع شغل ما رح يصير فيه على المرفق. هيدا اللي بتشغل كيف حصير في طريقة للمعالجة عندكم؟ معالي وزير في التحكم تفاصيل عن رئيس الحكومة. نتفاجئ اليوم الساعة 7 الصباح انه فاتوا عمال تبع حرية بلشوا بالشغل، دقنا للشباب فاتوا سكروا الطرقات عليهم وعملنا مثل ما بيسوى نحكي فوق. بقى دق صار اشكال بينكم وبينهم؟ اشتغل شوي بسيط بسيط. في ناس تعرضت للضرب على لا 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 شوي لا بالكلام، مش نحن كلنا اهليه محليه، ما حدا بيضرب الثاني، نحن تحت القانون، ما منا ميليشيا هون. لواء ابراهيم المره الماضيه لما عملنا اضراب نحن يومين حكي معنا وطلبنا لنا نعلق الاضراب. إذا هالمره هن بده يقفل الشغل بده يقفل الشغل بده اضراب بده يكون بالبور وبرات البور، يعني عندنا 2000 شحنة بده يكبون على الطرقات برا اكيد، لانه احنا ما حنا عم يتطلع فينا، ما حنا عم يشعر معنا. نحن طلبنا الوحيد انه الحوض الرابع ما ينردم، عندهم مساحات شاسعه واسعه بقلب المرفق، اذا حبوا بال130 مليون دولار عم يدفعون جوا بهودي بنعمل مرفق ثاني. بدهم يسرقوا ال135 مليون بس مستقبلنا مش للسرقه. انا عندي بواخر وما بيعطوني مطرح لواقف، ما بيعطوني مطرح لأنه دائماً الباور مزحوم. ما ممكن مرفق عاصمة يتسكر، تزدهر عاصمة من وراء مرفق صار له مئات السنين. نحن اليوم عايزين أحواض أكبر، طمروا الحوض الخامس بالمخفي، مخالفين قانون وما حدا عم يطلبهم. وأكدت نقابة أصحاب الشاحنات أنها ملتزمة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بعدم الإضراب حتى يعرض الموضوع على مجلس الوزراء. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: في إطار الإجراءات الأمنية التي تنفذها وحدات الجيش في منطقة البقاع، أوقفت هذه الوحدات في مناطق وحوش تل صفية والطيبة 19 شخصا من التابعية السورية لدخولهم الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، وضبطت 3 سيارات من دون أوراق قانونية، كما دهمت قوة من الجيش منزل أحد المطلوبين في بلدة المرج البقاع الغربي، حيث أوقفت 4 أشخاص من المشتبه فيهم وضبطت بحوزتهم 3 بنادق حربية وكميات من الذخائر العائدة لها، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية متنوعة. تم تسليم الموقوفين من المضبوطات أو مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم. أهلا بكم من جديد. استقبل الرئيس سعد الحريري قبل ظهر اليوم في مكتبه في بيت الوسط السفير البابوي جابرييل كاتشيا في حضور المستشار داود الصايغ، وأعرب السفير كاتشيا للرئيس الحريري عن مواساته له في ذكرى مرور 10 سنوات على استشهاد الرئيس رفيق الحريري. وجرى خلال الاجتماع عرض للأوضاع الإقليمية والمحلية، خصوصا فيما يتعلق منها بالاستحقاق الرئاسي اللبناني وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن. وردا على سؤال عن دور الفاتيكاني في هذا الإطار، أشار السفير البابوي إلى أنه تم التطرق إلى هذا الموضوع وأنه لا بد من تكاتف جهود كل الأطراف أينما كانوا لإتمام هذا الاستحقاق، نظرا لما يشكله من دعامة للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة كلها، وقد كانت وجهات النظر متطابقة حيال هذا الأمر. كذلك استقبل الرئيس الحريري المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريت كاغ في حضور نادر الحريري. أكد وزير الخارجية جبران باسيل من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام أنه مع آلية عمل الحكومة المعتمدة حاليا لأنها مطابقة للدستور الذي يتحدث عن التوافق. كان واضح من أول الاتفاق أنه المكونات الأساسية تبع الحكومة يلي هي بتأمن هيدا التوافق ويلي هي الحكومة عمليا هي يلي بتحط إطار هالتوافق إيه هيدا، إنما لا يسمح لأشخاص متفردين من قلب كتل سياسية أو لا لأسباب خاصة مهمة أو غير مهمة هن يؤدوا إلى تعطيل أمور تؤدي إلى تعطيل مضاد. بعتقد أنا بهالروحية التوافق هيدي بنقدر نعمل انسجام بقلب الحكومة، وأي فريق بيقدر هو لأسباب غير مقنعة لا للرأي العام ولا لداخل الحكومة أنه يكون خارج هيدا التوافق بيكون هو عم يكشف عن حاله، هو بيكون يعني عم بيأدي أنه يوضع حاله خارج هيدا التوافق، إنما التوافق لازم يضل المبدأ المتبع من دون حق الفيتويات التعطيلية لأحد.
اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان أن صمود أهالي الجولان يعزز مواقف أهلنا في القنيطرة وحوران، ولا خيار لنا إلا النصر الذي بات وشيكا وحتميا. وأوضح إرسلان أن من يريد معرفة ماذا يحصل على أرض سوريا عليه أن يراقب ما يحدث في الجولان، مشددا على أن المعركة التي نخوضها على المستويين الإقليمي والعالمي ستنعكس على لبنان رئاسة ومؤسسات. إنه نحن في لبنان مهما كان عندنا آراء تتعلق بقراءة الوضع السوري إن كانت سلبية أو إيجابية، لا نؤثر على مجرى الأمور في سوريا، إنما ما سيحصل في سوريا سيتأثر به لبنان مباشرة. ومن هذه القناعة خلي أنظارنا على المنطقة واللي عم يحصل حول منا، لأنه بالنهاية مع الأسف نحن رح نكون في خضم هذا المعترك. بعد الفاصل، مجلس الأمن يتبنى قرارا روسيا بشأن أوكرانيا. لا الشعر ضعيف والتالف اللي صار لازمه علاج، غارنييه ابتكرت الترا دو تريزور دو ميل، علاج لتجميل الشعر وترميمه. ثلاث فوائد: مصدرها خليط النحل، البروبوليس مادة طبيعية بتحمي الشعر، العسل الملكي اللي بيعطي حيوية، والعسل اللي بيغذيه بالعمق، وهيك شعرك بيتغذى وبيترمم حتى الأطراف. تحول فعلي للشعر اللي بيصير صحي وكله لمعان. جديد الترا دو تريزور دو ميل بفوائد العسل القيمة. غارنييه. ناف. بس الأفضل بيصير ديلي. ديلي خالي من المفاجآت. حلي اللحظة بإحساس من الحرير جالكسي عندما تعشق الشوكولاتة. مش كل فراش الأسنان خلقوا متساويين. فراش أورال بي مصممة مع شعيرات مستديرة الأطراف ما بتجرح اللثة خلال فرش الأسنان، وزواياها المدروسة بدقة بتزيل 90% من البلاك. الفرشات رقم واحد التي ينصح بها أطباء الأسنان حول العالم بنصيحة نقابة أطباء الأسنان في لبنان. معلم شكري. أهلا وسهلا. فكرة حالي شاطرة، كل ما أنشر غسيلة بيجرون الجيران. ليك غسيل نجلة شو نضيف؟ بتستعمل هذا المسحوق؟ إنفريال، ريحة غسيلة روعة. بتستعمل هذا؟ ليش ما بتوفري لك شي نتفة وبتستعمل هذا المسحوق؟ حمل لي هون ثلاثة طن. يا عيني على شطارتك يا سوسو. سوسو؟ شطارة ببونكس ثلاثة بواحد الجديد، بيعطيكي نظافة وريحة حلوة بسعر ولا أوفر. كان لازم من الأول تسأليني عن غسيلة. عن غسيلة. بونكس. الابتسامة إلى قدرة على الجاذبية، لهيك شاكيرا بتستعمل كريست 3D وايت لوكس، بيزيل حتى 90% من البقع وبيساعد على منع تكوينها من جديد، وهيك ابتسامتك بتنور وين ما كنتي. كريست 3D وايت لوكس بنصيحة نقابة أطباء الأسنان بلبنان. ابنك بفيق عم يضحك بعد ليلة نوم جافة. حفاضات بامبرز بتحتوي على حبيبات امتصاص يلي بتمتص لـ30 مرة ضعف وزنها، وبتحبس البلل بشكل أفضل من الحفاضات العادية. الحفاض الأكثر جفيفاً بحبيبات الامتصاص من بامبرز. تتمنى لكم كل الحب والنوم واللعب. بعدك مصرة على فيري؟ ما بستغني عنه. منيح، جبت معي كمان سائل جلي قوي على الدهون وبيضايب. خلينا نشوف، جري تصحون أكتر منك. فاري بيجلي مرتين وأكتر. برافو، عرفتي شو تختاري. قنينة فاري بتجلي الصحون مرتين وأكتر. أولويز قطنية الملمس الجديدة الوحيدة بالكريم والفيتامين بي 3 بتغذي بشرتك وبتحميك من التسرب. أولويز بالكريم والفيتامين بي 3 حماية بتحبها بشرتك. إزاي تطور ماك 3 الكلاسيكية؟ بوعد جديد زيرو حمرار. دا وعدة تسمح لنا بتنفيذ الشفرة ذات التصميم المخفف للضغط واللي اختبرها ملايين الرجال. تصميم جيلت ماك 3 جديد زيرو حمرار. جيلت، ما يستحقه الرجال. ولراحة مثالية استعمل جل الحلاقة ماك 3 مع ماكينة ماك 3.
بيقولوا اريال بيعطي افضل ازاله للبقع بغسله وحده. جينا نشوف اذا هالشي صحيح. بقع الاكل الدهني صعب تنظيفها لان الدهون بتلزق بانسجه القماش مثل الصمغ. وهلأ منشوف كيف أريال الجديد بتكنولوجيا متطورة للقضاء على الدهون بيشيل أصعب البقع أحسن من المسحوق التاني. اللي بقولوه عن أريال مزبوط، أريال أفضل إزالة للبقع بغسل وحدة. مشكل فراش الأسنان خلقه متساويين، فراش أورال بي مصممة مع شعيرات مستديرة الأطراف ما بتجرح اللثة خلال فرش الأسنان، وزواياها المدروسة بدقة بتزيل 90% من البلاك. الفرشات رقم واحد التي ينصح بها أطباء الأسنان حول العالم بنصيحة نقابة أطباء الأسنان في لبنان. أهلا من جديد. تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار روسي بشأن الوضع في أوكرانيا يدعو إلى وقف فوري للعمليات القتالية في جنوب شرق البلاد، وينص القرار على وجوب أن ينفذ طرف النزاع الأوكراني بنود اتفاق مينسك الخاص بتسويته بصورة كاملة، إلى جانب إعراب الدول الأعضاء في المجلس عن قلقها من استمرار العمليات القتالية في جنوب شرق البلاد. كما يشير النص إلى ضرورة مراعاة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى التأكيد على عدم وجود بديل لحل الأزمة في البلاد بطرق سلمية. وأكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين دعم موسكو الكامل لمجموعة الإجراءات الهادفة إلى تسوية النزاع الأوكراني، كما جدد استعداد روسيا الكامل للمساهمة في تنفيذ بنود اتفاق مينسك بشأن التسوية في شرق أوكرانيا. افتتح نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة للبيت الأبيض تستمر 3 أيام بشأن التصدي لعنف المتطرفين، بالإشادة بما سماه بوتقة الانصهار الأمريكية لاستيعاب المهاجرين، وهي نموذج تعتقد إدارة أوباما أن أوروبا بحاجة إلى أن تقتدي به. وتأتي القمة التي يشارك فيها مسؤولون محليون من أرجاء الولايات المتحدة ووزراء من دول حول العالم، تأتي في أعقاب هجمات كوبنهاغن وباريس. وقال بايدن: علينا أن نتواصل مع مجتمعاتنا وأن نتواصل مع أولئك الذين ربما يكونون عرضة للسقوط في فخ التطرف بسبب تهميشهم. وأضاف: يجب على المجتمعات أن تتيح بديلا إيجابيا لجاليات المهاجرين ومجالا للفرص وروح الانتماء لإضعاف دعوة الإرهابيين المعسولة إلى الخوف والعزلة والكراهية والتمرد. قصر قرايتم تحول إلى قصر مهجور، لكنه لا يزال أشبه بثكنة عسكرية. تقرير آدم شمس الدين. في 14 من شباط عام 2005 غادر رفيق الحريري القصر للمرة الأخيرة. أنا شغل بال البلد مش بتشغل بالي أنا. كل الناس مشغولة فيه. وإذا كان الحريري قد شغل بال البلد كله، فإن من المؤكد أن ما كان يجري في أروقة قصر قرايتم قد شغل بال الكثيرين أيضا. وفي أروقة هذا القصر خطط الحريري ورسم الخرائط السياسية منذ شرائه من ملكه السابق نجيب صالحة في الثمانينات. لكن بعد اغتياله وبعدما تقسمت ثروة الحريري باتت ملكية القصر في يد زوجته نازك الحريري، فيما اختار الوريث السياسي أن ينتقل من منزل العائلة إلى منزله الجديد في بيت الوسط. في لبنان لا فرد بلا طائفة، ولا طائفة بلا زعيم، ولأن الزعيم هو الرمز على كل زعيم أن يحظى بقصر. ولأن الحريري الأب قد غادر القصر، كان علينا زيارة قصور شغلت البلاد أيضا. توجهنا إلى قصر الرئيس الراحل رياض الصلح، وما كان علينا سوى أن نطرق الباب للدخول. أما قصر أول رئيس الجمهورية بشار الخوري فلم نتكلف عناء قرع الباب حتى. وبعدما انتهينا من زيارتنا توجهنا إلى قصر الرئيس الحريري. نحن هون عندنا ممنوع من التصوير. من عندكم ممنوع تصوير كاكو وأمن؟ أوكي، بدي أحكي مع مكتب الأمن تبع القصر. ولأننا منعنا من التصوير أخذنا الأمور على عاتقنا. وعلى الرغم من تحوله إلى قصر مهجور، لا يزال قصر قرايتم أشبه بثكنة عسكرية تغلق فيها الطريق يومياً عند الساعة 9 مساءً.
إجراءات أمنية لم يكن الحريري نفسه يسمح بها حين كان ساكن القصر. وعلى هذه الطريق كان الحريري يتمشى لارتشاف قهوته في مكانه المفضل السيتي كافيه. المقهى للمفارقة بات مصرفا. لما كل هذه الحماية إذن؟ بعد 10 سنوات على استشهاده لم يعد لضجيج أروقة القصر أي أثر. استشهد الحريري الأب وورث الحريري الابن هذا الضجيج في بيت الوسط. وبين ضجيج أروقة قريتم أيام رفيق الحريري وصمتها اليوم بعد استشهاده بات القصر مجرد ذكرى. ولكن من قال أن الذكرى لا تحتاج إلى الحماية؟ آدم شمس الدين، قناة الجديد. رح نتصور صورة كبيرة ونعلقها للذكرى، ونعلقها للذكرى معك. داعش تزعم تطبيق أحكام الخلافة، فهل دخول السعودية شرط؟ وماذا عن روما؟ تقرير نوال بري. تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يكون ملكا عاضا. ما يترك بسهولة. The Umayyads 130 years, the Abbasids 400 years, and so on. ثم يكون ملكا جبريا، ملك بالقوة. فيكون فيكم هذا الملك الجبري، فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. الخلافة وبحسب الأحاديث وتسلسل الأحداث المتوقعة أتت إذن، والخليفة اليوم أبو بكر البغدادي. مزاعم ما عادت بالجديدة في هذا العصر الداعشي، لكن الجديدة هو بدء داعش تنفيذ الأحاديث النبوية حرفيا في غير مكانها واختزال بعضها في معظم الأحيان. هدف داعش الحقيقي هو مكة والمدينة. ليه؟ لأنه خليفة داعش ما بتزبط الخلافة بدون الحوامين الشريفين. فهل تعد الولاية في مكة والمدينة المنورة جزءا من تطبيق مبادئ الخلافة في الإسلام؟ أمير على مكة، أمير على مكة طبعا فولكلور، يعني حتى يكملوا الصورة، يعني وأن كانت شكلية. أما أنه والله في شرط أنه الخليفة ما بيكون خليفة حتى يسيطر على مكة وعلى المدينة، يعني هذا مش دقيق. لكن كل واحد، كل الحركات الإسلامية مثلا الخلافة العثمانية، المماليك، غيرهم، حاولوا طبعا، وبيكون حاول أكيد أن يسيطروا لأنه على مكة والمدينة لما لهما من موقع عند المسلمين. وهل دخول السعودية جزء من مخطط داعش؟ ممكن يحاولوا، بس أين قدرتهم من جهة، وأين هل لهم يعني حاضنة في السعودية، في مكة، في المدينة؟ ما بتصور. الدواعش حددوا أيضا في أثناء عرضهم فيديو إرهابهم وقتلهم الأقباط في ليبيا أنهم في جنوب روما. And today we are on the south of Rome, on the land of Islam, Libya, sending another message. فما الذي يربط روما بموضوع الخلافة؟ روما في حديث مؤكد يعني عند المسلمين تفتح القسطنطينية وروما، ورومية روما يعني. القسطنطينية يعني اسطنبول فتحت بعد 700 عام من بداية الإسلام وبعد محاولات مريرة. نفس الحديث فتح روما يعني، وهذا موجود في ضمير المسلمين أو في كعلامة من علامات يعني انتشار الإسلام في يعني مرحلة لاحقة. لكن هن لما بيتحدثوا عن روما هن في وضع الذي هم عليه، كمن يريد أن يبني الطابق العاشر من بناية هو لم ينتهي من الأساسات. يعني رأيي المتواضع موضوع روما يمكن بده 1000 سنة لقدام حتى تكون تغيرت كل الظروف. في نوع من الجنون عند هؤلاء، وفي نوع من التزوير الخطير الأكاذيب يعني. وعن تصريح أحد خطباء داعش في الرقة أنه لو كان الرسول حيا لانضم إلى الدولة الإسلامية. لو كان محمد رسول الله حي لانضم إلى دولة الإسلام. هذا كلام بقوله كل إنسان، يعني كل إنسان مغرور بما هو عليه من 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 فتنة. يعني هذا كلام سخيف، ويعني يعرض صاحبه للخروج من الدين، لأنه هو يفترض أن يكون تابع للرسول وليس الرسول
صلى الله عليه وسلم تابعا له. ويبقى كل ما يقوم به هؤلاء باطلا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا، وهم لو كانوا على أيام الرسول لباتوا خوارج عصره، كما هم اليوم خوارج هذا العصر. كان في النشرة الجيش السوري يتقدم لفك الحصار عن نبل والزهراء، ودمستورة يتحدث عن بادرة أمل، إرجاء جلسة انتخاب الرئيس إلى 11 من آذار المقبل، بالريف لقاء الأربعاء حوار الحزب المستقبل مستمر. بيصير كمان أنه وزير يقدر يعطل عمل مجلس الوزراء. وكان أيضا في النشرة اللواء إبراهيم يتوسط في الحوض الرابع. أتمنى لأن على الإضراب. بهذا نأتي إلى ختام نشرة الظهيرة من قناة الجديد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.